جائع؟ ماذا بعد؟ المنزل. العاصفة تسوب. سأجهز الزلاجة. أساعدك؟ مستعد؟ ربما يكون جائعا عند وصولنا. إنه مريض للغاية يا أتريوس. أعلم، ولكن تحسن بالأمس قليلا. إلى أن سأتحرك. إذا استمر في الأكل فلن أفقد الأمل فيه. أتسمع؟ نعم. أهي؟ إنها هي. المأوى ليس بعيداً. ليس بعيداً. استعد. فالكي. لن تستسلم بسهولة. صحيح؟ لم تستسلم قط. احذر. اتركي. لحقت بك. هل نبتعد عنها؟ انا احارب بالاعلى. ما الذي تحترس؟ الأشجار، إنها تقع. كان ذلك وشيكا. تعود مرة أخرى. أنا لا أريد أن أقاتلك. أنا أفقد السيطرة. أبي. أنا معك. تمسك. أخشى النهوة قريبة. أولا هيا لسنا أعداء. هيا
أسرع. هيا هيا هيا. وصلنا إلى الأخشاب، نجحنا. لنعد لديارنا. بيكي، زفانا، هوب. آسف، لم أستطع إطلاق النار. لم أرغب في ذلك. أتمنى أن تتركنا، لقد أنقذت حياتها. قتلتها، لن تدعنا وشأننا. أجل، قط بالدور كان بداية الشتاء العظيم، لم يتوقف تساقط الثلوج بعدها. هل ستتحسن الأمور؟ يوما ما، ولكن ما زال الأسوأ في انتظارنا. علينا أن نتحلى بالقوة. سأتولى الأمر. سأحضر الغزال. هيا بنا. أنا لا أسمعه، دائما ما يلقي السلام. أترياس. فينرير، هل أنت بخير؟ لا بأس، أنت بخير. أعرف، افتقدتك أيضا. طعامك، أنت جائع؟ هيا يا فتى، فلتأكل. كل. ماذا؟ كبيرة؟ ها أنت ذا، ولد جيد. أترياس، إن الوقت يقترب، يجب أن تعد نفسك. لماذا؟ إنه يأكل، يريد الحياة. إنه يحتضر. كنت طيبا وشجاعا، سريعاً وقوياً. استرح الآن. حسناً، سأكون بخير. يمكنك الذهاب، بل عليك الذهاب. سوفنا أبفرا ديسو، سوفنا هيثان، سوفنا سوفنا سوفنا
تعال لنتدرب. ماذا؟ لا، إنه منتصف الليل. الليل لن يوقف الأعداء. لماذا؟ لما التدريب؟ كل ما نقوم به هو التدريب. إنه لا يكفي، لن نختبئ للأبد. نحن لا نختبئ، بل نستعد لمعركة لسنا مستعدين لها. اذهب، الوقت ينفد. الشتاء العظيم يؤدي إلى راغناروك. الحرب آتية. أياً كان ما سيفعله لوكي عليه فعله الآن. لا تنتهي قصتي بالاختباء هنا. يجب أن أكون هناك لأكتشف من أنا ومن هو لوكي. لن أسمح لك بافتعال اشتباك مع الآلهة. لا أريد قتال أحد، أنا أريد إجابات. ولو أدت الإجابات إلى حرب مع أسغارد. هذا ما أرادته أمي. لا نعرف ما أرادته أمك، ولن نعرف أبدا. اسمع، هل أحصل على لحظة مع فينرير قبل دفنه؟ حسناً، أنا أميز هذا التعبير الصارم. أستخبرني بالخطأ الذي حدث؟ رحل الذئب. أوه لا، ليس فينرير. كيف حال الفتى؟ ليس بخير، ذهب ليدفنه. أوه، تباً. حسناً يا أخي، ليلة سعيدة. كريتوس؟ أسترافقني؟ هاي، أمستعد؟ تمشي وكأن ييمير يجلس فوق كتفيك. هذا صيدك، سأتبعك. حسناً يا متذمر، قتيل جديد.
على الأقل لم يعاني. أيفترض أن أفك شفرة همهمتك؟ قل لي أفكارك. مطارد مفترسا. ذئب. أجل. المفترس يقتل، هذا أمر طبيعي. كلماتك مضللة. اقترب ببطء. لا بأس يا صغير، نريد مساعدتك، أليس كذلك؟ لا إياك. بحقك، الذئب المريض خلف الأخشاب وجد طريقه للداخل كما قلت إنه سيفعل. كان علينا التصرف. لم يكن من شأننا، ولكنه الآن كذلك. المشكلة لا يجب أن تصل إلينا حتى تكون مسؤوليتنا. لو لدينا القوة لنحد من ضررها، علينا التصرف. من نحن لنختبئ ولا نتصرف؟ لن نختبئ. ستجعلني أحملها؟ فتى مطيع. أين إتريوس؟ هذا سبب ندائي. لم يعد قط منذ دفن الذئب، مر بعض الوقت. لابد أنه قريب. هاوية بالدور غير مستقرة، لم يكن الفتى ليجربها. أسألك اختصاراً عبر العالم ما بين العوالم؟ لا، الأحجار لم تتحرك. ألا تعتقد أنه كان يتدرب في منتصف الليل؟ أنا اقترحت الكثير. حقاً؟ لماذا بحق السماء؟ لقد كان حزيناً. أوه يا كريتوس، أعلم أنك تحاول. لم يفتح من قبل. لا بصمات في هذا الطريق. فلنرى، الأثر يتجه إلى النهر الجليدي، هذا على الأرجح مكان الدفن. مغلق. أجل، النار تضعف الآن. إلى أين قد يكون ذهبا؟ زحف من هنا. يبدو أن نومك مضطرب، هل تراودك كوابيس؟ أحلم بالماضي كل يوم تقريبا. أيام الماضي الأليم في اليونان؟ لا،
يبدو وكأن فاي تحاول إخباري شيئا. لا تقل إنك تتحدث إلى أشباح مجددا. لا، ولكنه شيء أقوى من مجرد ذكرى. استعمل كلماتك يا أخي. توقفت هنا الآثار. أوف نيرمن، ولسنا وحدنا. خلفك انتبه. غزاة ملاعين، يجب ألا يقتربوا هكذا. فلنتحقق من أخشاب المأوى. هناك شجرة بالأعلى، صحيح؟ حسناً، قلت محقاً. الأخشاب مكسورة، هذا يفسر وجود معتدين. ماذا حدث؟ أها، الأثر على الجانب الآخر. إذا كان بإمكانك إفساح الطريق، ماذا يجعل الفتى ينحرف عن الطريق؟ تشاجرنا، اتهمني بالاختباء من أودن. إنه عاقل ليختفي عن الأنظار بعد قتل 3 من أقاربه. سيحين وقت الحساب، لهذا يجب أن يتعلم أتريوس كيف ينجو بنفسه. الأمر يتعلق بتلك النبوءة، لأن العمالقة تتنبأ بموتك إلى جانب الكثير من النبوءات الأخرى الدقيقة. أنا لا أؤمن بالنبوءات. حسناً، جيد. بماذا تؤمن حول النبوءات يا ميمير؟ أنا متشكك بطبيعتي، ولكننا قد رأينا أشياء يصعب تفسيرها. لذلك بصفتي أذكى رجل على وجه الأرض، ليس لدي ذرة فكرة. حسناً، أين اختفى ذلك الأثر؟ لابد أن لهم معسكراً قريباً. أعلم ما تفكر به يا أخي، ولكن أتريوس يمكنه التصرف. لقد أحسنت تعليمه. اعتاد إخباري بذلك. مشاعل، والأثر يؤدي إلى ذلك الكهف. إذن نعلم لأين نذهب. أنا متأكد أننا سنجد طريقاً فيه. أهم الذين أنقذت الذئاب منهم؟ لا، لم يمضوا فترة طويلة هنا. هيجي سكين هيلدر. يمر الأثر من هنا ويتعمق. سنجد المزيد.
حسناً، أحدهم أزعج الدب. نيران من اليمين، لديه مقلاع، انتبه يا أخي. ضربة من خلفك. هذا أفضل ما يمكن فعله، فلنبحث عن مخرج. ربما أتى آتريوس باحثاً عن مأوى وتحرك عندما رأى الغزاة، وأتى الدب مسرعاً بعد ذلك. إنه هياج مبهر في رأيي. أتظن الدب طارد آتريوس؟ من المرجح أن الدب كان جريحاً وآتريوس كان يطارده ليساعده. تعرف هذا الفتى؟ يعود الأثر للخارج. لنعثر على طريق للأعلى لنجده مجدداً. آتريوس، أين أنت؟ وجدنا الدب، أو هو وجدنا. ها هو قادم. Oh!
أترياس. أترياس! 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 ماذا؟ أولا ركز، تعافى. ماذا حدث؟ ألا تتذكر؟ دفنت فنجر، بعدها لا أعرف، كنت حزينا ثم غاضبا فخائفا. أتذكر أنني ركضت، ظهر دب هاجمني وهاجمته، لكنه حلم. مشاعرك قد حولتك. أنا لم أتخيل فعلي هذا. أنت لم تفعل أي شيء، إنها مشاعرك. لذا علينا الاستمرار بتدريبك. نحن لا نعلم حدود قدراتك، قد تكون خطيرة ما لم تتعلم التحكم بها. علمتني الانضباط بالفعل. أحتاج أكثر، أحتاج إجابات، ولا تملكها أنت. أمك فقط تمتلكها، وهي لم تفشها قط. ولو هناك من يساعدنا، ولديه إجابات عن العمالقة وعن هوية لوكي أيضاً. أترياس. وسيفهمني ما سأكون عليه. أترياس، استمع إلي. كدت أن أقتلك إلى أن تتحكم بها. لن نخاطر إلا لضرورة. التقاعس خطر أيضاً، علمتني ذلك. توقف عن التفكير كأب وابدأ بالتفكير كقائد. لا، لا، تمالك نفسك. من هنا. حسنا، هل سنتحدث عن تحول الولد لدب؟ أجل، ما رأيك؟ ليس الآن، علينا إصلاح أخشاب المأوى والعودة للمنزل. ما الذي حدث لأخشاب المأوى؟ فعلت ذلك. أنت تلومني؟ لا ألومك يا إترياس. حسناً، نبرتك تفعل. قل الكلمة يا أبي. نيستا! خازن يساراً! بخلاف موهبتك في اللغات وسماع أفكار المخلوقات، أهناك أي قدرات سحرية جديدة أخرى لتكشفها؟ ليس حقا. ماذا عن فينريير؟ ماذا عنه؟ عندما مات ألقيت تعويذة. لا، لم أفعل، ولكني رأيت ضوءا. لا أدري عما تتحدث. خدعة الشتاء العظيم، ربما أخذت نصيبي. أوه، أعرف موقعنا الآن. ما هذه الدماء؟ دماؤك إترياس،
حقا؟ إما ذلك أو أي فريسة كنت تسحبها على ما أعتقد. لم يمنحني شعورا أفضل. مهلا، ليس من هنا، فلنعد أدراجنا. هذه آسيا. النوايا لا تهم، العواقب أهم. ماذا نفعل؟ لا شيء، الطبيعة ستتصرف. العاصفة القادمة، أليس الجو بارداً؟ أوشكنا على الوصول. غاز آخر يساراً. نيران من الأعلى. كان الأمر هكذا طوال الليل. كانوا داخل الأخشاب حين أصلحتها. أتريوس، كنت أطمئن إلى السرير. مقارنة بأمسيات أخرى، كانت ليلة مليئة بالأحداث، لكن أقر أنها كالأيام الخوالي. ثلاثتنا نتجول في رقعة لم تكتشف بعد من الغابة. لم تجلس معنا منذ فترة، إن كان هذا ما تقصده. أوه، أنا متعب فحسب. رؤية صيد غزالة واحدة كرؤيتها كلها. كيف تشعر بالتعب وأنت لا تنام قط؟ هناك أنواع أخرى من التعب ستفهم عندما تكبر. لننال راحة كافية يا أخوي، الأمور أجمل دائما في الصباح. ذلك الصوت قوسك. Thank you.
فلي أن أدخل. أحمل خمرا. لن تجد متعة في صحبتي. متأكد أنه يمكننا التحدث عن الكثير. لما لم تقل قبل أن أسكب؟ لما أنت هنا؟ أحاول التأدب. تبدو شخصاً هادئاً وعاقلاً كما أرى. هل أنت شخص هادئ وعاقل؟ إذا كان الموقف يستدعي الهدوء. برأيي يستدعي الموقف الهدوء. أجل. تعرف من أنا؟ قبل أن يحل الشتاء وقع بعض سوء الفهم على نحو مؤسف، وأظن لدينا تصور أفضل عمن نتعامل معه. والآن ماذا فعلت بأولاده؟ دفاع عن النفس؟ الأسير يعيشون للموت، وصدقا كانوا بلا فائدة نوعا ما. لكن بالدور كان ذا قيمة، أفضل متتبع لدي والأقرب. أجل صحيح أنه قد جن، لكن له فوائده، وها قد رحل بسببك. أتفهمني؟ أنت لديك دين ولم تعد مرحا. ماذا تريد؟ ماذا عن السلام؟ ما رأيك بإحلال السلام يا إله؟ الحرب المتقاعد لنتوقف عن قتل بعضنا
وأن تبقى بالديار وتسترخي، وألا تسعى لخصومة معي، ولن أسعى لخصومتك. وبالطبع هذا يعني أنه على ذلك الصغير ألا يبحث عن تير. أجل، نعلم ما كنت تنوي فعله، كفى. أساليب تير قد هلكت، وهو هلك أيضاً، هل تفهم؟ حينها سنكون متعادلين، بل سأحسن الاتفاق لتحتفظ بالسجين الذي أعلم أنك هربته. هذا صحيح، أعلم أنك هنا في مكان ما أيها اللعين. لما قد نصدق ما تقوله؟ ومتى كان لوعودك أي قيمة؟ ها هو شريكي القديم في كل جرم. خف وزنه. وإن قال إن الثلج أبيض فهو كاذب. ألا تتمتع بالحكمة؟ ألا يمكن لأذكى رأس ألا يكون أنانياً؟ ألا ترى أننا نريد نفس الشيء؟ إليك اتفاقاً ستثق به. سأسوي دينك مع طليقتي. لن تقلق بشأن فريا، وابنك ستبقيه آمناً. هذا ما تريده، صحيح؟ فما رأيك؟ لا، فلتنجز الأمر. أجل، آن الأوان. كنت أنتظر ذلك. أنت غريب عن لدينا تقليد يدعى ثغر الدم، يعني أن أقتص منك مقابل ما سلبته من عائلتك. ستفهم. هذه من أجل بولدر، والآن أرني قاتل الآلهة الذي سمعت عنه. لم أسعى للقتال مع أخيك. لا يهمني. ألا يمكنك القتال بنفسك جبال؟ كيف كنت إله الحرب أساساً؟ تكبح ضرباتي، لما؟ أنت ميؤوس مني، لقد أهنت ذكرى ولدي. لا أصدق أنك هزمتهما. تعرف ماضية؟ شيء أشبه بشبح سبارتا. أجل، إذا تعرف ما يسمي ذلك. الآن نتقاسم. رجوت أن أرى نصلين، أظن لا يأتياني بالنداء. يهينني بكبح ضرباتي هكذا. أعتذر عن تمثالك يا تير أيها المسن الواعظ. لا يعد قتالاً إذا لم تقاتل بخطأ. ولذاك هاجمانا أولاً. كيف؟
كفحاً لضرباتك. حاول تذكر حركاتك القديمة. كان حظاً مات ولدي بسبب حظ لعين أعمى. أحمق، أظن أنك ستأتي وتلعب دور الأب وتبدأ من جديد. لا تسير الأمور هكذا، فأنت مدمر مثلي. لا، أنا من أحدد النهاية. لن أذهب حتى أرى حقيقتك. انهض. لدي سقط أمامك حتى وأنت في النسخة البائسة منك، لكن أنا لست كولدي وابنك هذا. الأب الأكبر لديه خطط لها. سددت دينك الدموي، أراك لاحقا. أخبرتك بنجاحي فيتوس. إننا سندري وبروك، كان قتالا عنيفا. أيمكننا المنزل الآن؟ أذن مع أتريوس. أوه لا، سوف أجهز البوابة. هيا، المسافة قصيرة.
جيد أنك تكون صداقات جديدة. أليست هذه ميولنير القوية؟ تعلم أننا صنعنا تلك المطرقة. لقد ذكرت ذلك. أعلم ذلك. لم أكن متأكدا أنك كنت تستمع. كان من الجيد رؤية الفأس تصل. هذا هو الغرض منها نوعا ما. جاهزون، ستوصلكم للديار. لا فائدة من تجربة بايفروست للتنقل بين العوالم، فأودن أحكم إغلاقها، ألم تلاحظ؟ شيء واحد أخير يا صغير، إذا وصل الأيسير إلى منزلك، فأظن أن أخشاب المأوى خاصتك معطوبة. هل لديك مكان الليلة لتضع فيه رأسك على وسادة بعد الانتهاء من أودن؟ وأنا لا أقصد ذلك الثرثار. لن أغادر منزلي. حقاً؟ وما الذي سيوقفه عن التجسس عليك؟ أو تحويل منزلك إلى شظايا وأنتم نائمون؟ لا شيء، هذا هو الأمر. إلحق بولدك، وسوف أتحدث إلى أحدهم بشأن إيوائك مؤقتاً.